حلقة جديدة من فرصة ولدينا في العناوين. مؤسسة فريداش بير تعلن منحا مجانية للدراسة في ألمانيا. وفي ملف حلقتنا أساتذة الجامعات بين استمرار المعاناة وإهمال الجهات المعنية. وسنتعرف معا إلى تخصص الصحافة. أهلا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن فرصة المنح من مؤسسة فريداش إبرت الألمانية للعام 2024. منحة مؤسسة فريداش إبرت الألمانية الممولة بالكامل لجميع المراحل الدراسية سواء البكالوريوس والدراسات العليا، وتستهدف الطلبة الأجانب في العديد من دول العالم وتشمل الطلبة اليمنيين. التقديم على هذه المنحة متاح إلى يومنا هذا وينتهي في 30 من أبريل الجاري. في المادة التالية نعرض تفاصيل المنحة ومميزاتها وشروط القبول والتسجيل. وللاطلاع أكثر على تفاصيل المنحة يمكنكم قراءة الكود في نهاية المادة، كما سنضع رابط التقديم أسفل هذه الحلقة في النوتة. بعد التعرف على شروط القبول في منحة مؤسسة فريداش إبرت الألمانية، نقدم في هذه المادة شرحا توضيحيا لطريقة التقديم على هذه المنحة، نتعرف من خلاله إلى طريقة التسجيل، فإليكم التفاصيل. للتسجيل على منحة فريدريش إبرت المجانية في ألمانيا لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام 2024، نفتح الرابط الخاص بالتقديم على المنحة. ومن أجل الاطلاع على المعلومات الأساسية للمنحة، نترجم صفحة من اللغة الألمانية إلى العربية. ولبدء عملية التقديم على المنحة، نختار الخيار الثاني من هنا. سنلاحظ من هذه الصفحة أن عملية التقديم على المنحة تتم عبر عدة خطوات. ومن أجل التعرف على تفاصيل جميع مراحل التقديم على المنحة، نحمل ملف PDF من هنا. سنلاحظ أن ملف PDF باللغة الألمانية نترجمه إلى اللغة العربية عبر الترجمة من جوجل. استمارة التقديم على المنحة تحتوي ملاحظة مهمة، وهي أن الوقت المتاح لملء نموذج الطلب عبر الإنترنت حوالي 45 دقيقة فقط. ومن أجل ذلك يجب تحضير وجمع البيانات الخاصة بنا قبل بدء عملية التقديم على المنحة. سنلاحظ أن استمارة التقديم تتطلب المعلومات الشخصية وإضافة معلومات البريد الخاص بنا وكلمة المرور. ثم نقوم بالموافقة على السياسات العامة للمنحة. في الخطوة التالية نعبئ المعلومات الخاصة بالعائلة،
ثم نضيف المعلومات الخاصة بالدراسة السابقة لنا، ثم نسجل المهارات اللغوية التي نمتلكها. وبعد الانتهاء من تحضير وجمع البيانات الخاصة بنا، نعود إلى موقع المنحة ونقوم بعملية التقديم. حظاً موفقاً لجميع المتقدمين. لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية دور مهم في العملية التعليمية، فهم أهم عنصر من العناصر الأساسية للتعليم العالي، وعلى يدهم يتخرج الطلبة في جميع التخصصات المختلفة، إلا أن حالهم اليوم أصبح صعبا في ظل الظروف الاقتصادية وانهيار العملة، وبات العديد منهم يعاني من ظروف معيشية قاسية، خصوصا مع استمرار تأخير المرتبات وعدم كفايتها لاحتياجاتهم الأساسية. في ملف حلقتنا اليوم نتحدث عن أوضاع أساتذة الجامعات اليمنية، نتابع. للمعلم منزلة عظيمة، فهو أهم عنصر من العناصر الأساسية للتعليم والقاعدة الأساسية في رفع مستواه وتطويره، وهو في الوقت ذاته المحور الرئيسي للعملية التعليمية، وهو حارسها الأمين. ومن معلمي المدارس إلى دكاترة الجامعة، يبقى دور المعلم ثابتا مهما تغيرت مستويات المرحلة الدراسية واختلفت الألقاب العلمية، إلا أن النظر اليوم لواقع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية أصبح صعبا في ظل الظروف الاقتصادية وانهيار العملة، وبات العديد منهم يعاني من ظروف معيشية صعبة، خصوصا مع استمرار تأخير المرتبات وعدم كفايتها لاحتياجاتهم الأساسية. هذا الحال دفع العديد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إلى إعلان الإضراب الشامل وتعطيل العملية التعليمية بالجامعات اليمنية في العديد من المرات من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، لكن دون مجيب. ونظراً لضيق حال الأكاديميين مادياً، هاجر الكثير ممن حالفهم الحظ وبقي الآخرون قابضين على الجمر قليلي الحيلة، يحاولون البحث عن عمل يسد حاجة أسرهم وحاجتهم، ويتنقلون من جامعة خاصة لأخرى لعلهم يجدون بغيتهم. حال التعليم الجامعي في جامعات البلاد لن يستقيم إلا بإعادة النظر في أوضاع هيئة التدريس ومساعديهم من قبل الجهات المعنية، والاهتمام بهذه الشريحة المهمة وتحسين أوضاعها المعيشية ورفع مستوى أدائها وتقديم الطرق المختلفة التي تمكنها من إنجاح العملية التعليمية. للحديث أكثر عن أوضاع أساتذة الجامعات اليمنية تنضم إلينا عبر الزوم الدكتورة إفراح عبد المغني. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة في فرصة. في البداية ونحن نتحدث عن أوضاع هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، كيف تصفين حال هؤلاء الشريحة المهمة في الوقت الراهن، وما هي التحديات التي يواجهونها اليوم على مستوى حياتهم المعيشية؟ يعني الموضوع هذا دوتشان كوني من أكاديمية يمنية، يعني وضع الأكاديمي اليمني أصبح وضع مزري يعكس الوضع الواقعي للبلاد يعني بشكل عام، ولكن هذه الشريحة يعني وضعها بيكون أسوأ، لأن هذه الشريحة معروف أنها بتقضي حياتها في البحث والدراسات، وما فيش تفرغ من أجل أنه يبني الجانب المالي، فعندما يحصل له هضم في الحقوق المالية بيوصلنا مرحلة سيئة جدا، يعني ما فيش تجارة، ما فيش مدخول آخر إذا فكرتي في الموضوع من هذا الجانب. فالوضع الاقتصادي الذي وسط يعني بتمر به البلاد أثر على الجانبين، أثر على جانب الطلاب وأثر على جانب الأكاديمي. الطلاب أصبحوا الآن يتوجهون ناحية الأشياء الذي ممكن تديهم مدخول مادي، لأنه يعني بيفكر أنا أدرس 4 سنين ما أفعل بعدها يعني الشهادة يعني. فهذا أيضا انعكس على الأكاديميين. الأكاديمي كونه كشخص باحث علمي المفروض أنه بيتفرغ للعلم بدل ما يجري وراء لقمة العيش، نعم. بس هذا أصبح غير متوفر للأكاديمي اليمني في اليمن، نعم. مثل ما ذكر التقرير يعني بيجري من جامعة خاصة إلى جامعة أخرى، وبالتالي فرصة أنه يطور من نفسه من أنه يقدم دراسات أو ينشر مقالات أو ينشر كتب أصبحت ضئيلة جدا في اليمن.
مسألة الرواتب أيضا، الامتيازات والمكافآت التي من الممكن أن يحصل عليها الأكاديمي في هذا الجانب كادت تكون ضئيلة أو معدومة بالأصح. من المسؤول عن الإهمال لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها اليوم؟ عندنا جانبين، الجانب الحكومي اللي هي الدولة، وعندنا الجانب الجامعي نفسه الذي هي رئاسة الجامعة. يعني الجانب الحكومي المفروض أنه يجعل من أولوياته شريحة الأكاديميين. معروف في بلاد الله قاطبة أنه يعتبروا الأكاديميين هم الفئة اللي بتمثل الجانب المني المتنور المتعلم، بيعطوا اهتمام خاص. يعني بتلاقي الأكاديمي بيلاقي دعم في السكن، بتلاقي الأكاديمي عنده تأمين صحي، بتلاقي الأكاديمي عنده باسبورت خاص، تخيلي يعني حتى وثائق السفر بتكون خاصة حتى يسهل له حضور المؤتمرات الدولية، يعني نشر أعماله للمشاركة في يعني الفعاليات العلمية. إحنا وصلنا لمرحلة إنه لو فكرتي مثلاً إنك تنشري الكتاب وأنت عايشة في اليمن ما بتلاقيش دار نشر تتعاون معه. طبعاً كل هذه الصرفية يعني هذه أصبحت يعني بعيدة عن المنال. إذا كلنا الآن مرتب حق إنساني، أنا معي أطفال، أنا أكاديمي، لكن في الأخير أنا أم، أنا أب، عندي أطفال، عندي زوجة، أحتاج أنني أهتم بهم. ففي الأخير بيضطر الأكاديمي أنه يغير أولوياته، ويضطر في الأخير يفكر كيف يشبع أولاده ويحميهم من الوضع الاقتصادي السيء اللي بيمروا فيه. بالفعل يعني ربما ذكرت مسألة مهمة، المسألة التشاركية بين الجهات الحكومية ورئاسة الجامعات، يعني حتى تساهم في حل مشاكل الأكاديميين بشكل عام بخطوات عملية وبما يتناسب مع الوضع الحالي اليوم في الجامعات اليمنية. كيف يمكن الإسهام في حل هذه المشكلة، وهل من مبادرات أو مؤسسات تتكفل يعني دعم هذه الشريحة حتى يستمر التعليم العالي في اليمن بالشكل المطلوب؟ ولو حصل التعاون حقيقي ما بين رئاسة الجامعة وما بين الدولة، وبدأت الدولة تضع أولوياتها بشكل صحيح، ممكن إيجاد حلول كثيرة. رئاسة الجامعة لازم تمثل أكاديميها بشكل صحيح، لازم تحمي حقوقهم، توفير السكن لهم، التخاطب مع المنظمات الدولية، وفي كثير منظمات دولية مهتمة بهذا الشريعة على فكرة، لكن ما فيش تمثيل فعال للأكاديميين اليمنيين في هذه المنظمات. أنا مثلاً كأكاديمية وحيدة ما كنتش أتكلم بأسماء الأكاديميين جميعاً، لكن لو أنا رئيسة جامعة مثلاً وأتقدم بخطاب رسمي وطالب فيه مثلاً بفتح فرص للأكاديميين في جامعتي مثلاً بحضور منتديات علمية، أو مثلاً أنه يسمح لهم بالتبادل العلمي حيث أنهم يستطيعوا أنهم يحصلوا على فرص لزيارة جامعات أخرى والرجوع، للعكس التطوير العلمي اللي بيحصل في بلاد الله داخل بلادنا، بالتأكيد حيكون التجاوب مختلف تماما، ولهذا بالتأكيد انه في فرص. نعم، باختصار ايضا يعني دكتورة فرح، يبدو ان الوقت يداهمنا ايضا، ما هو الدور المناط بالنقابات في المطالبة بحقوق اعضاء هيئة التدريس وتحسين ظروفهم الاقتصادية؟ في حال انه الوضع اللي احنا فيه الان، عندما في تخاذل من رئاسة الجامعة للدفاع عن الأكاديميين، يأتي دور النقابة كدور أساسي، هم المحامي الآن. يعني هم مفروض يكونوا حلقة الربط اللي تربط كل الأكاديميين اليمنيين من أنحاء العالم كامل. طبعا احنا نعرف الآن معنا عدد غير قليل من الأكاديميين اليمنيين انتشروا في أرض الأرض نجيب حتى من لقمة الأرز أو من لقمة العيش. المفروض النقابات تمثل حلقة ربط، واجهة تمثيلية، جهة دفاعية تدافع عن حقوقهم. في نفس الوقت ممكن تكون أيضا جانب تضامني، بحيث أنه ممكن الأكاديميين فيما بينهم أيضا دعم بعضهم البعض إذا تمت يعني إذا تسنى لهم ذلك. نعم، بالفعل يعني ربما هناك على العديد من التحديات التي واجهها أساتذة الجامعات اليمنية، ونأمل أن تصل رسالتك إلى الجهات المختصة حتى يحل هذا الأمر بشكل يعني وخطوات عملية أكثر كما تفضلتي بالقول. الدكتورة فرح عبد المغني، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. الآن مع فقرة مساعد. مساعد، كيف يمكن تحسين الظروف الاقتصادية لأساتذة الجامعات اليمنية؟ مرحبا بك هالة وبالسادة المشاهدين. سنتطرق اليوم إلى كيفية تحسين الظروف الاقتصادية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، ويمكن ذلك من خلال الآتي: على الحكومة أن تدعم التعليم العالي وتخصيص موارد مالية كافية لتحسين الرواتب والمزايا
لأعضاء هيئة التدريس، كما يجب توفير تمويل مستدام للجامعات وزيادة الميزانية المخصصة للتعليم العالي على الجامعات، تحسين الرواتب والمزايا، وتطوير سياسات تعزز الترقيات الوظيفية والتقدم الأكاديمي. يمكن للنقابات والجمعيات المهنية أن تلعب دوراً هاماً في الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس وتحسين ظروفهم الاقتصادية. في الأخير، يجب أن تتعاون الجهات المعنية جميعاً لتحقيق تحسينات ملموسة ومستدامة في القطاع التعليمي وتوفير بيئة عمل ملائمة لأعضاء هيئة التدريس. نعود إليك هالة. في فقرة التخصص نتعرف اليوم على مجال الصحافة، ما الذي يعترض هذا التخصص من تحديات وما هي الفرص التي تنتظره في سوق العمل؟ في هذه المادة نقترب من تفاصيل وأبعد هذا التخصص الجامعي مع فارس اليافعي. السلام عليكم، حياكم الله. اسمي سالم اليافعي، معلق ومقدم محتوى رياضي، أدرس تخصص صحافة في جامعة كوجايلي، حالياً في المستوى الأول. تخصص الصحافة أو كما يطلق عليه السلطة الخامسة، ومن أكثر التخصصات الممتعة، واللي هدفه الرئيسي نقل الحقائق والوقائع من العالم وإليه، بهدف التركيز على المشاكل التي يواجهها الإنسان والمجتمعات. وهنا يأتي دور الصحفي من خلال تحرير هذه الأخبار وإعدادها لتكون جاهزة لنقلها إلى الناس والعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة. الصحافة أو كما يطلق عليها مهنة المتاعب. كطالب لتخصص الصحافة، الجامعة لا تعطي كل شيء من مهارات التخصص، لذلك خلال فترة الدراسة تحتاج الخروج والبحث عن فرص لتطوير نفسك في مجال الإعلام، وهذه لربما من أصعب ما يواجهه طلاب الصحافة، وهو العثور على فرصة تدريبية في إحدى الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزيونية. كذلك التخصص يحتاج منك ألا تكتفي بما تعطيه لك الجامعة من مواد ومقرر، لأن الصحفي والإعلامي لابد أن يكون مطلع ومحب للإطلاع بشكل مستمر، ولابد أن يتابع الأخبار اليومية أول بأول، لذلك هذه لربما من ضمن التحديات. إلى جانب تحدي مهم هو حب التخصص، لذلك صدقني لو أنك ما تحب التخصص راح تتعب كثير وأنت تقول لنفسك ليش أنا هنا. حبك للتخصص ورغبتك هي ستحدد من ستكون في مجال الإعلام. بالنسبة لفرص العمل فهي كما قلت تعتمد على إمكانياتك وملكاتك الإعلامية ومدى تطويرك لها أثناء فترة الدراسة، لذلك إذا أردت أن تصبح مذيع في قناة تلفزيونية أو كاتباً أو ناقداً في صحيفة ما أو مراسلاً على أرض الواقع، كل هذه الفرص وأكثر تعتمد على مدى تطويرك لنفسك ومهارات. وهناك العديد من الفرص الأخرى التي لا تعد في مجال الإعلام والصحافة التي من الممكن الحصول على فرصة عمل فيها، لذلك كل شيء يعتمد على نفسك وعلى مدى تطويرك لمهاراتك. ربما من أبرز محطات الصحفي والإعلامي كاتباً أو ناقداً في صحيفة ما أو مذيعاً أو مقدماً أو محرراً أو منتجاً في قناة تلفزيونية أو في إذاعة، ومع تطور وسائل الإعلام أصبحت هناك وظائف أكثر لدى الصحفي والإعلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إلى أخبارنا المنوعة، حيث عقدت اللجنة العليا لتطبيق الأداة الوطنية للتقييم وتصنيف الجامعات اليمنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعها الثاني، وفي الاجتماع حث وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية خالد بسليم أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى التطبيق الأمثل للأداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية التي ستنفذها الوزارة بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية في 3 جامعات حكومية و6 جامعات أهلية للعام 2024. وناقش الاجتماع التحضيرات الأولية لعقد الدورة التدريبية للجان الهادفة إلى جمع واعتماد بيانات الاستطلاعات الرأي العام أو الرأي اللازم لتقييم وتصنيف الجامعات اليمنية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، نلقاكم في فرصة مقبلة. إلى اللقاء.